حصلت تجربة فعلية في أحد المطاعم. صحيح. احكي لي عليها ممكن. حصلت في أحد المطاعم. نعم. كنت أنت موجود حضرتك؟ نعم وزملاء موجودين وخرج. كنت بدعوة مدنية لو. لا لا مطعم على وجبة غداء كنا نريد نتغدى في أحد المطاعم. زين. خرج صاحب المطبخ أو التشيف أو. نعم. وكان شخص واحد كان نعم. في المطبخ حريق لقنينة غاز. الغاز هو اللي تحدث عليها. فهذا القنينة الغاز عندما تحترق حقيقة تولد شعلة كبيرة. نعم. وحرارة عالية وتكون مرعبة حقيقة في ذات الوطن. تكون مو مرعبة. لا لا لأن نعرف وطبعا سير جدا. نعم. فخرج يركض ومع صاير يعني شوية قليل بثيابه حادث حريق وأطفأ الحادث الحريق وكان مرعب والجماعة قبل يعني الموجودين من كابتنية وكذا إنه يخرجون هذا وبعدين أحد الضباط تعامل مع قنينة الغاز طبعا الموضوع سهل احنا اكو موضوع فني نقدر احنا نطفي الدفاع المدني اي ما نخاف لان احنا نقدر نمد اصبعنا بين الشعلة والقنينة اكو فراغ عندك غازي هذا تقدر تمد اصبعك بس احنا ما ننصح للمواطنين بهذا الموضوع نعم. لان هذا راد لخبرة لكن الوضع الطبيعي اي وصلة اي شرشف من ضمن الموجودات اي بطانية تنقعها مباشرة تنقعها شوية تكون رطبة ايه نعم. وتجي بالعامية احنا نقول تقبعها للقنينة وعاد قبعها وفرة ايه نعم. احنا الغاية خنق النار الخنق شنو يعني عدم وصول الأكسجين إلى النار فعندما تخنق النار ماكو وصول أكسجين طفت القنينة وبالمناسبة حتى احنا من خلال ما طون الشيء بالشيء يذكر انه حتى المعلومة توصل ايه للمواطن نعم. قنينة الغاز مستحيل أن تنفجر إلا في أمور جدا صعبة في ظروف جدا صعبة يلا تنفجر قنينة الغاز مصممة حتى لا تنفجر قد يكون بها شق طولي يصبح بها أو شق عرضي لكن هي نهائيا لا تنفجر فلا يذعر يعني كنت بالبيت دا أتحدث يعني ويا العائلة دا أقول لهم قنينة الغاز ما تنفجر عن جد أقول لهم ما تنفجر نسمع في بعض الأحيان قنينة الغاز تنفجر لا يصير بها شق طولي شق عرضي بس ما تنفجر لكن في ظروف استثنائية تكون هذه القنينة في نار عالية درجة اتقاد عالية وهذه ظروف صعبة جدا انه تكون يلا يصير حالات انفجار لكن هي يصير بها شق طولي او عرضي وكميه الغاز تخرج وحريق غازي وقبل ما هذا التشقق هو قبل هذا التشقق يعني راد فتره للحريق اللي خارج من راس القنينه لذلك يقدر المواطن في الدقائق الاولى من جلب مثل ما قلنا بطانيه او وصله او شرشف شرشف طبعا مو لايلون حتى ويتنقع برطوبه ويحط القنينه هذا ويخنقها وهي التجربه سوينا عمليه في اطلاق حمله سلامه طلبتها ضمانه للمستقبل في مدارس البنات تقصدنا انه نسوي التجربه العمليه في ساحات المدرسه للكادر التدريسي وللطالبات انه كيف تطفئ قنينه الغاز وشون تتعامل معها وخرجوا طالبات شجاعات وخرجوا مدرسات ومعلمات شجاعات وادوا الاطفاء القنينه